لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71-106-111. مها سلمى تتعافى وتكرم وتفتح صفحة جديدة بحياتها بقلب كبير. مها سلمى عبالي أول شيء اليوم تعدي محلي واحد. بقى هيدي محلي تاني شغلة. أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك والحمد لله على السلامة، وإن شاء الله بتكون سنتك حلوة وإن شاء الله كل القصص الحلوة بتصير معك بال 2016. هلا ليه عبالي مها سلمى تقعد محلي؟ هاي لك خبرية. أنا من جيل كنا ننطر التلفزيون من سنة لسنة والميلاد من سنة لسنة لنسمعك عم بتقولي انت للمشاهدين الارمان شنو رافور نورداري. هلا انا ما افتتحت الحلقة اليوم بشنو رافور نورداري لانه عبالي انت تقوليها. بقى تفضلي، هاي كاميرتك هونيك، عايد المشاهدين الارمان مثل ما دايما بتعيديهم كنت على مدى سنوات وسنوات. مساء الخير، تحية طيبة مشاهدينا الكرام. حقيقة انا حب اليوم الطائفة الأرمنية الكريمة، هالجالية الكريمة اللي دايما تعاونت معي زفان بعالم الصغار من أهم المدارس اللي كانوا يشتركوا معي. They were so talented، هالقد عندهم موهبة، هالقد ملتزمين بالوقت، هالقد كانوا يعطوني أشياء روعة بعالم الصغار. حبيتهم لدرجة نهار قلت لهم بليز بدي عيدكم، بس علموني أي جملة علموني إياها لدايما أنا عيدكم فيها. فتعلمت شنور هافور نورداري، صح؟ صح 100%. شنور هافور نورداري للجميع، لجميع أصدقائي ولكل اللي عم بيحضرونا. وبدي خص بالذكر دكتور هراتش. أرمن بأرمن. أرمن بأرمن. تحيتنا للدكتور هراتش طبعا، لأنه من أشهر الأطباء وبحب صداقته. نعم، أنت بنت الجنوب وبنت مدينة سور، شو تعلمتي من سور وشو حملتي من سور لبيروت؟ سور المدينة تاريخية زفان، مدينة حقيقة بعدها محافظة على سحرها، بعدها محافظة على جمالها. أعطيتني كثير، تعلمت من هالمدينة سور التاريخية كيف القبول بالآخر، التعايش مع الآخر، هيدي شغلة كثير مهمة. أعيادنا مع بعض، يعني بتلاقينا كلنا مثل عائلة وحدة بمدينة سور، بنعيد مع بعض، بنحزن مع بعض، بنعيش مع بعض، عمرنا ما بنسأل بعضنا أنت شو وأنت شو. وبناكل سمك مع بعض. وبناكل أطيب سمك مع بعض. وبعدين ما تنسى في عندك شط البحر الرائع. نعم. من أروع شطآن البحر، وبنفس الوقت الأثرات العظيمة طبعا اللي بمدينة سور، فأنا بحييهم. مع سلمى رح نبدأ بالتكريم. نهار الأحد الماضي جرى حفل تكريم حاشد من تنظيم شركة او ام 2 والكاتبة السيدة جيزيل هاشم زرد بمسرح الأوديون بجل الديب تحت عنوان تكريم زارعي الأحلام. الحفل كان برعاية وزير الثقافة ريمون عريجي، وشمل التكريم شخصيات عالمية وفنية بارزة اشتغلت على مدى أجيال ببرامج الأطفال على شاشة التلفزيون. شمل هالتكريم مع حفظ الألقاب لياسر رحباني، مها سلمى، جان دارك، فياض أبو زيد، ميمي فرح، جوزيف فخوري، ميمي سفير، شوشو. ميمي سفير يعني بعتقد ليليان باليه، من أهم بلي. من أهم مدارس شوشو بلي. عفاف سنو جلور. رح نجرب تباعا نستقبل شخصيات من المكرمين، وطبعا عبالنا السيدة جيزيل زرد كمان نستقبلها بحلقة. جيزيل هاشم هي اللي كان لها، هي صاحبة الفكرة، هي والإعلامة روبن اللي الفنجي صنعته. طبعا نحن يعني مشتاقين كنا لهالوجوه اللي صنعت فعلا الأحلام على مدى ثلاث أجيال من تاريخ لبنان التلفزيوني. خبرينا كيف كان شغلة كتير حلوة زفان. يعني أنا بس عرفت أنه لما اتصلوا فيي من قبل الإعلامي روبير فرنجي وقال لي أنه عم بيحضروا بس للي تعاملوا مع الأطفال. يعني تخيل كل إنسان كتب أو لحن أو رسم رسمي أو عبر عبر مسرحية أو عبر برنامج تلفزيوني أو حتى بمدارس الباليه كلهم يكرموا. فباقة كانت حقيقة رائعة، وأنا كتير كنت سعيدة أن يكون موجودة ضمنهم. لكن الأسعد كنت أكتر شيء سعيد حزار بشو بماما عفاف. كان حلمي أني قلت تصور يعني ناس أني حلمهم هني وأطفال التقوا بماما مها. أنا كان حلمي قلت بماما عفاف أخيرا التقيت فيها وكانت معي،
يعني كانت سعادتي كثير كبيره لان هي كانت السبب بحبي لهالمهنه هاي. نعم. هلا بدنا نشوفك انت وعم تتكرمي كمان لما حصلتي على التكريم. طبعا يعني هي اللحظات مؤثره بالنسبه لك وخاصه من بعد الازمه الصحيه اللي مرقت فيها. هل بعد في متعه بهالنوع من التكريمات بالنسبه لك؟ رح اقول لك شيء. هو التكريم فعل محبه بالاخير. نعم. وفعل المحبه بتكون فكره، بتصير فعل محبه، انت حبيت ولا ما حبيت؟ انا حبيت ان يكون موجوده بين وتحسي بهالمسار يعني هيدا المسار واللي حوالي كلهم تعاملوا مع الاطفال. نعم. يعني قبل طبعا كنت سعيده جدا بجائزه الميركس دور لايف اتشيفمنت اوورد، كنت كثير سعيده فيها وشكرا من القلب. نعم. لكن هيدي الجائزه هذا التقدير مع مدام. نعم. جيزيل هاشم زرد حسسني مع هالباقه من المختصين. نعم. مع الاطفال انه هيدا مكاني، هدول الناس اللي انا بحب اتعامل معهم. هلا بما انك ذكرتي السيده عفاف سنو جلول، بدي اياك بتعرفي انا من لما كنت عم حضر لكتابي، عم بشتغل على كتاب التلفزيون بقى، اسعد الله اوقاتكم، فتشت كثير عليها واخر شيء حصلت يعني وجدتها، وكان يعني هذا اعتبرت اهم اكتشاف، وبيت على اسابيع انها يعني تظهر معي ببرنامج سيره وانفتحت وقتها، بس كانت رافضه انه عم تقول خلص انا ما بدي اشتغل تلفزيون، ما بدي اظهر على التلفزيون. كثير انبسطت انه يعني رجعت كسرت هذا القرار. كنت سعيده جدا. إيه؟ جدا، خاصه لما خصصتها مع بقول كلمتي. إيه؟ والشكر طلبت من الجميع انه يوقفوا لها ويعطوها تحيه، قلت لهم بتمنى عليكم. نعم. لان انا سعيده فيها جدا. بقى شكلها السيده زرد يعني قنعتها، وان نحن حكيناها. إيه؟ واسبوع المقبل ان شاء الله رح تكون معنا كمان نتعرف على تجربتها، وخاصه يعني فينا بسهوله نعتبرها هي من اكثر السيدات المؤثرات بالمجتمع اللبناني، الى يعني غير موضوع الاطفال جداً. وجمعة الجاي رح نقول ليش. وناشطة. نعم. جمعة الجاي من خبر المشاهدين. سيدة أعمال، بتمنى تعرف. إيه؟ عليها أكثر. جمعة الجاي رح نخبر المشاهدين ليه هي مأسرة بكل عائلة لبنانية وبكل بيت لبناني، لأنه في شيء هي لأول مرة عملته بلبنان وهلأ كلنا بنعمله. على كل الأحوال كرموكي مع الأطفال، بس مها سلمى مش بس عالم الصغار ومش بس باي باي يا حلوين. مها سلمى أواخر الثمانينات هي وجه إخباري، بالتسعينات هي أيام وناس، المشاهير والنجوم والفن بين بيروت والقاهرة والسفر لكل أنحاء. نعم. العالم، لأنه غطيت مهرجانات سينمائية. نعم. بكل أنحاء العالم طبعا. يعني هل يعني من الجلامرس مها سلمى إلى مها سلمى نيوز ومها سلمى الأطفال بتحس وماما مها يعني هل بتمنى عليك هيدي ماما مها احلى لقب يعني هلا تيتا مها ليك بس كان عمري 18 سنه بس اخذته هلا احلى تيتا بتحسي مها سلم يعني مها التسعينات تظلم بانه دائما تذكر مها عالم الصغار؟ لا ابدا، لقلك ليه؟ لان بالاخير هيدي فرحتي، يعني انا بالنسبه لي نقطه التحول الكبيره بحياتي عالم الصغار، نقطه التحول الكبيره كان عيون اطفال لبنان، هدول عملوا لي حياتي، هدول عطيوني كل شيء فيه بوزيتيفيتي ايجابيه لاقدر كمل لقدام. كانوا مصدر قوه لإلي، اطفال لبنان بحبهم الكبير لإلي كانوا مصدر قوه، فانا بالنسبه لإلي هيدي الركيزه، الباقي جزء من اللي انا ممكن اعمله واللي انا سعيده اني عملته، يعني ايام وناس من اروع البرامج اللي انعملت على فتره 10 سنين. نعم. يعني من اهم البرنامج اللي بيحاكي نبض الشارع، البرنامج اللي بيغطي كل ما هو جميل، انا مره. نعم. بحب الجمال. يعني كنت بالتسعينات مع بيروت الصاعده نقلتي هالنبض. صح. الى التلفزيون، وبيروت المنفتحة على العالم العربي بين بيروت والقاهرة وكل العالم العربي، ما بخبرك كيف كانوا يستقبلونا حقيقة. إلى يعني إلى الثمانينات هي أهمية عالم الصغار أنه كان من القصص اللي جمعت اللبنانيين بالوقت اللي ما كان في شيء تاني عم يجمعهم. صح. يعني إذا بقوا اللبنانيين متمسكين بالأمل أنه ممكن لبنان يتوحد من بعد حرب وتقسيم، كان برنامج مها سلمى عالم الصغار اللي جمع مدرسة مسيحية، جمع مدرسة مسلمة، جميع مدارس لبنان وكل مدارس لبنان الخاصة والرسمية، وهذا كان مصدر الإلهام بعز الحرب. فإذا أنا ما عم بظلم أبدا، ما. نعم. عم بظلم أبدا، بالعكس يعني الباقي أيام وناس هو إجا ببار تاني، وحلو الإنسان يكون عنده هذا التنوع. نعم. عندي إياه بشخصيتي، عندي إياه بحياتي. نعم. مها سلمى المشرقة من أسابيع قليلة كانت بالمستشفى غير مشرقة. كانت تعبانة، حاسة أنه وصلت النهاية،
وحاسه انه لاول مره الكلمات اللي قلتيها بحفل التكريم حسيتي قلبك خزلك. وفجاه كل الشعب اللبناني صار عم بيصلي لك على السوشيال ميديا، عم يتصل فيك، صار في حاله طوارئ بمستشفى الجامعه الامريكيه. خبرينا عن هالثلاث اسابيع اللي قضيتيهم بالمستشفى. لا هني حوالي اسبوعين حقيقه، واللي صار انه كنت بس لفتره، يعني اللي صار معي حقيقة كان مفاجأة لإلي ومفاجأة للي حوالي وحتى مفاجأة للدكاترة. يعني شو صار؟ ما في شك، حسب ما بيقولوا لي أنت وحدة من الألف. فزمان وحدة من الألف اللي بيزمطوا. أنا وحدة من الألف. خبرينا شو صار، وين كنت؟ ليك مختصر مفيد. لا ما بدنا، هيدي ما بدنا مختصر مفيد. خليني بالمختصر مفيد لأن أنا سعيدة اليوم. معك ما في مختصر مفيد. بلا، في بهذا الموضوع مختصر مفيد. ببساطة قلت لك قلبي الجميل الشجاع خزلني، هيدا اللي بقدر اقوله. واضطريت اني ينعمل لي ثلاث عمليات لحتى نرجع على الطريق السليم مثل ما بيقولوا. لكن الايام اللي قضيتها بالمستشفى كانت كتير صعبه علي، لان ما كنت عم بتقبل هل عرفت انا ما عم بتقبل. انت كيف شو صار معك لنقلتي على المستشفى؟ هذا هو، هذا الموضوع اللي بدي بس احكي فيه. صدقني يعني هي شغلة بتحصل مع كل إنسان، يمكن حصلت معي وتغلبنا عليها. بالقلب كان عندك بالقلب. مشكلة بالقلب. بالقلب تصور هالقلب الحلو تتخيل. بس الحمد لله حسب ما بفهم هلأ أنه هلأ وضع مستتب منيح، هاي وضع سليم. لكن العذاب بالمستشفى كان صعب كتير علي. واللي ريحني أكتر شيء بكل ليلة كنت عشية أقعد فيها لوحدي بالغرفة أقرأ المسجز اللي تنبعت من كل أنحاء العالم، شو هالجيل الحلو اللي أنا ربيته، بتقلي عالم الصغار، شو هالناس اللي أنا ما بعرف وينهم، يعني بس لأنهم مرقوا معي وقالوا ماما مها. الصلوات، الدعاء، اللي ضوالي شموع بالكنايس، اللي ساقب الذكرى مولد النبوي الشريف، اللي قالوا لي بس ينتهي يعني الذكرى وكذا بالاخير يخصصوا صلاه ويخصصوا دعاء لشفائي. شو بدي اقول لهم لهالناس كلها؟ شو هالعاصفه الحب يا زفان حسيت فيها؟ ايه حسيت فيها، حسيت مع كل الالم اللي كان بقلبي حسيت بعاصفه حب وبدعاء كبير من الناس اللي بتحبك. شغله مهمه الناس تحب، يعني بتعلمك الدنيا، في ناس بيمرقوا بحياتك، في ناس يعني مخلصين وهذا شيء جيد، في ناس سيئين هيدا درس، وفي ناس أسوأ هيدا درس بتتعلم منه جدا. لكن الأفضل هن اللي بيبقوا معك للأخير. أنا بقي معي كتير للأخير زفان، كتير خاصة بهالمحنة بالمستشفى بقي معي كتير. فأنا بشكر ربي. وتفاجأت بقدي كمية العالم. تفاجأت. اللي بعتقد كانت المفاجأة الكبرى أنه مع اشراقتك وهال يعني هالصوره اللي عندك اياها، الايماج بانه الحياه حلوه دائما، ما كان حدا ممكن يتخيل انه انت تكوني بالمستشفى. انا دائما هيك المبتسمه بالبيت. ايه. حسب ما الوالده بتقول لي انت روحي الله يحبب خلق. ايه. ربي فيكي والله يعطيها طول يعني العمر. العالم ما فيها تتصورك مريضه، هالوجه بضل عم يضحك على طول. ايه. بتضلك مبتسمه. ايه. فما حدا بيصدق، عرفت كيف؟ وانا مره ببحث عن الجمال وين ما كان، ما فيني اسمني. شو اصعب شيء كان؟ الناس اللي تقلت دم مثلا ما فيني اقعد معهم. ايه. شو اصعب الناس المهضومين. شو اصعب شيء كان بهالتجربه؟ اصعب شيء اني اخسر حياتي. حسيتي؟ انه فارق، ما بدي فارق هلا. ما كان بدي فارق. يعني كان عندي اشياء كثير اعملها زفان، كثير عندي اشياء، عندي احفادي ياسمينة وكريم، حياتي معلقه فيهم، عندي مايا، كلين، اسعد، اولادي، يعني انا وياهم كثير مع بعضنا، كثير، علاقتي معهم كثير قويه. طبعا زوجي، يعني في عندي قصص لازم اعملها، في مشاريع لقدام، اذا تخيل انا هلا عندي مشاريع كثير كبيره لقدام وعم بحضرها وماشي فيها، هلا اذا عندك دقيقه وقت بس بقدر اقولها. ايه بتحب اقولها؟ ايه اوكي. في عندنا ب 4 فبراير كيال اللي هو contribution appreciation to embassies بلبنان، لجنة مهرجانات كيال، رئيستها السيدة أمال سليمان، ولجنة حقيقة مختارة، عاملين مثل تريبيوت، تسليط ضوء على دور السفارات في لبنان بالامور التربويه الاقتصاديه. نعم. البيئيه. يعني افضل، يعني مش انه افضل، الناس اللي تفاعلوا مع لبنان اكثر على صعيد التنميه،
على صعيد الاقتصاد، السفرات، على صعيد المدارس، كل شيء. نعم. التنمية المستدامة، هيدا عمل حقيقة جميل. حلو. ورح يكون موعد الجلاء الكبير ب 4 فبروري بالبيال، ورح تغطي اكيد الفيوتشر. طبعا طبعا بجون بلشنا اجتماعاتنا مشان الميركس دور مع دكتور فادي ودكتور زاهي حلو، بنوجه لهم تحيه، بنوجه لهم تحيه كمان. وبلشت الاجتماعات وعم نحضر على قدم وساق لميركس دور بجون. وبعرف عنك سفره كمان على موسكو. موسكو هيدي تحفة التحف موسكو، وبتمنى تكون معنا زفان، بتمنى، لأنه راح تكون شغلة كبيرة. موسكو ب 11 تموز، من 11 ل 17 تموز، ملتقى الثقافي العربي اللي برعاية المفكر الكبير دكتور يوسف زيدان، وطبعا للسيدة رئيسة الملتقى للسيدة آسيا قاسم اللي هي كمان رئيسة جمعية المسلمين. لا أكيد بحب أكون معكم يعني بتموز بلقاء، والموضوع يعني هيدا لازم تكون فيها حوار الأديان. حوار الأديان، حوار الأديان. نعم. بموسكو، ورح يكون تحت عنوان المسيحيون حاجة. نعم. ماسة. نعم. في الشرق، وبكل هيدي العجقة، وفي زيارات لموسكو حلوة وسان بيترسبرغ والترين لا لازم تكون معنا زفان. بكل هيدي العجقة، هل يعني في مكان للتلفزيون بمستقبل مع سلمى؟ هلا حاليا عندي هذه النشاطات كلها، وانا نعم. سعيدة جدا فيها، بتاخذ وقت كثير وبتاخذ جهد كثير. بتحني للتلفزيون؟ انا سعيدة لما بتطلع على الكاميرا بحس انها صديقتي، هذا واحد. ما بحس اني كثير مشتاقة، انتبه مش كثير مشتاقة، لأنه صرت أعرف شو بيقولوا، المعركة بعرفها من النص ومن الأطراف. عملت كل شيء، أطفال، موندانيتي، أخبار. الحياة حلوة خارج الكاميرا، حياة أقوى خارج الكاميرا، هيدا اللي اكتشفته. في حياة تانية خارج الكاميرا، يمكن لأني بلشت عمري 18 سنة تحت الأضواء كل هالسنوات تعبت. هلا سعيدة بحياتي الحالية، سعيدة باكتشاف انه لا، في حياة خارج الكاميرا وحياة حلوة، خاصة إذا عندك ذكريات قوية، عندك شريط كبير من العطاء أنت عطيه، فأنت بتكون غني أكثر من غيرك، يعني نعم. نظرتي للأمور بحسها غنية. طيب اليوم يعني شو رأيك بالبرامج على التلفزيون؟ لا هلا ما رح أحكي برأيي بالبرامج. شكلها هلا ما رح احكي، لا رح احكي بس بالفرح وباشياء حلوه. وزفان عن جد انا بدي اتشكرك من قلبي لدعوتك، لصلاتك، لكل الطائفه الارمنيه الطيبه اللي انا كثير عندي اصدقاء فيهم. عن جد هيدي صداقه بعتز فيها، وبقول لك انه انا ما تاخرت لاجي لعندك، بس بحب اقول لهم للناس اذا بتمروا باي ازمه، حتى الوجه اللي بيبتسم، حتى الوجه اللي بيدور على الجمال، نحن بشر ومعرضين لكل انواع الابس اند داونز، مثل يوم حلو يوم مر. انا كنت مفكره انه هيدا بيحصل لغيري مش لإلي، لان انا دائما طايره مثل ما بيقولوا، لكن حصلت لي. كانت صعبه، كانت مؤلمه، ضليتني فتره بالبيت من جوا حاسه حالي مكسوره من جوا، لكن بصلاه والدتي ودعائها، بدعاء كل المحبين وصلواتهم، أنا بقراءتي دايما للقرآن الكريم ولصلاتي دايما حسيت بقوة أكثر. أنا هلأ أقوى، أحلى، ورح أبتسم أكثر. واو، شكرا للفيوتشر هاللي رح تغطي كمان، أكيد يمكن الميركس دور مع الفيوتشر كمان. ما هيك؟ ما أعرف إن شاء الله. ما هيك؟ يعني من بعد هالجملة الحلوة يعني ما خلص، يعني عملت الفينال للفقرة. أنا عملت الفينال لأن حسب ما شفت إنه كنت عم تبحث عن ساكو. نعم. ساكو الأصلي وساكو الأصلي. هلا بعد جيبوا لهسا بتعمل ساندويشوني للبسترما. بس كثير طيب البسترما عند ساكو على فكرة، عشان نهار بدنا ننزل أنا وياك يا بش حمود وناكل ساندويشة بسترما. بيشرفني والله. نعم. بيشرفني. مع سلمى شكرا لك. أنت مش بس نجمة تلفزيونية، أنت صانعة تلفزيون. أنا بتشكرك من قلبي، وشكرا لكتابك، أسعد الله أوقاتكم. وبتمنى عليكم مشاهدينا الكرام انكم يعني تحصلوا على الكتاب، مش لانه زفان هو اللي كتب هيدا الكتاب الرائع، بس عن جد ما بشبع منه كل ما بقرا، وبحس انه انت ارخت للحظات تاريخيه بتلفزيون لبنان. انا بحييك زفان. نعم. بحيي اخلاصك وبحيي مهنيتك.
ميرسي. يعني بما انه هلا حاسك انت هيك يعني سيده الاستوديو، بقى انت اختمي لنا الفقره، وبعد بعد البريك عندنا هلا بتعرفي الباسبور اللبناني عامل ازمه، لانه في كثير حكي انه الباسبور صالح غير صالح وتجديد ومش تجديد. عندنا رائد من رائد كليب من وزاره الداخليه راح يشرح لنا شو الموضوع. بختمي لنا هالفقره وقدم الفقره الجايه. كثير منيح مشاهدينا الكرام، ما تروحوا لبعيد، بلا طول سيري مكفي معكم. اي مشكله عندكم، باسبور تجديد عدم تجديد، يعني بتحصل هذه الامور، لكن اكيد في عنا حل. حل والحل عنا اياه هون ببلا طول سيري مع الرائد وجدي كليب اللي راح يشرح لنا كل التفاصيل. خليكم معنا. بلا طول سيري مستمر معكم بعد الاعلان على الرقم 01 48 48 80.